تحية لكم أينما كنتم في مستهل حلقة جديدة من الصحافة اليوم، وكالعادة استعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية عن الشأن المحلي والدولي. سيكون معي في هذه الحلقة عبر الهاتف الدكتور الصحفي والسياسي نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام، وعبر الأقمار الصناعية الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الشامي. مرحبا بك أخ مصطفى. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أبدأ إذن بعناوين الصحافة المحلية من وكالة خبر، والتي عنونت التالي: السعودية والإمارات ترحبان بإجراءات المجلس العسكري للانتقال في السودان. القوات الحكومية والمقاومة المشتركة تسيطران على مواقع في جبل ستر المقابل جبل العود بإب. كسر هجوم كبير لميليشيا الحوثي على مواقع في ذي ناعم والزاهر بالبيضاء. مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات حوثية شرقية صعدة. تظاهرة حاشدة نظمها المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز طالبت بمحاسبة الحشد الشعبي واستكمال تحرير المحافظة. وكالة الثاني من ديسمبر: القوات الحكومية والمقاومة المشتركة تحقق تقدما جديدا في جبهة العود بمحافظة إب. غارات للتحالف تستهدف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثي في كتاف صعدة. تظاهرة مؤتمرية حاشدة في تعز. هلال الإمارات يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي ونازح الدريهمي. صحيفة الأمناء: حمى الضنك تقتحم قصر المعاشيق والإسهال يصيب مسؤولين. أمن عدن: هذه حقيقة الأحداث الأخيرة وموقفنا منها. حميد الأحمر يتبرع ب10 مليون دولار لحملة حزب أردوغان الانتخابية. بعد 5 أعوام من الفشل، هل تسعى حكومة الشرعية لإحراق عدن اقتصادياً؟ العليمي يبيع النفط في مزاد العيسي. صحيفة الأيام: السفير الأمريكي نأمل ببرلمان أقوى يمثل كل اليمنيين. هل تسعى روسيا إلى استعادة جنوب اليمن المستقل؟ جلسة وانتخابات نيابية لبرلمانيين في اليمن. صحيفة عدن الغد: اللواء بارويس يرأس اجتماعاً استثنائياً لقادة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية بالعاصمة عدن. مجلس النواب يواصل عقد جلساته بسيئون. مدير أمن المنطقة الحرة: المنطقة الحرة فقدت السيطرة على أراضي الاستثمار ودخلت نزاع مع جهات تدعي الملكية لأراضيها. تصعيد موظف شركة النفط بعدن يصل إلى بوابة المصافي. قائد اللواء 103 مشاة تفقدوا المواقع العسكرية بجحين. صحيفة أخبار اليوم: الرئيس هادي ونائبه يعودان إلى الرياض بعد حضور افتتاح انعقاد مجلس النواب في سيئون. الرئيس: انعقاد البرلمان يشير إلى توحد كافة اليمنيين وتأكل المشروع الحوثي المدمر. مجلس النواب يرفع جلسته الأولى بسيئون بعد انتخاب رئاسته. من الصحافة المحلية انتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية، أبدأها من صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت التالي: البرهان يتعهد اجتثاث نظام البشير. حراك الجزائر يحاصر وزراء بدوي. جلسة سيئون تستعيد مطرقة البرلمان اليمني. أول قصف لمواقع إيران في سوريا بعد تفاهم بوتين نتنياهو. حكومة أشتياه تؤدي اليمين الدستورية. العاصمة الليبية تشهد القصف الأعنف منذ بدء المعركة. مستقبل مجهول ينتظر أطفال أزيديات من داعشيين. جدران الخوف من الآخر تفكك العالم. تفكيك عبوتين ناسفتين بحزم الجوف ومؤتمر تعز يطالب بسرعة التحرير. ترحيب عربي ودولي بعودة مجلس النواب اليمني وتعزيز دور الحكومة. صحيفة العرب اللندنية: تركيا تدفع فاتورة استهداف منهج للسعودية وقيادتها في قضية خاشقجي. صحيفة القدس العربي: ملك البحرين يؤكد وقوفه إلى جانب السودان ويعرب عن تقديره لرئيس المجلس الانتقالي. النواب اليمني يعقد جلسته الثانية لمناقشة موازنة الحكومة وجماعة الحوثي تصفها بغير الشرعية. إذن ننوه أيضا أن يعني البرنامج ننقل ما تحدثت عنه الصحافة ولا يعبر أيضا عن توجه وسياسة القناة، وإنما هذا رأي الآخرون. إذا أبدأ مع الصحفي والناشط الحقوقي أستاذ مصطفى، مرحبا بك مجددا. أستاذ مصطفى، هل ممكن أن تحدثنا والمشاهد الكريم عن آخر تطورات الجبهات في مريس والعود؟ بخصوص تطورات الجبهات في تلك المناطق في مريس والعود، هنالك تطورات يومية متسارعة، والتطورات العسكرية التي نلحظها يوما بعد آخر
هي بحاجة إلى دعم وإسناد حكومي كبير من أجل أن تستطيع المقاومة الشعبية والجيش الوطني استعادة المواقع العسكرية التي تقدمت ميليشيا الحوثي في الفترة الأخيرة وسيطرت عليها، لأنها تعتبر أماكن ومواقع استراتيجية كان الجيش الوطني مسيطر عليها، ولكن نتيجة لعدم الدعم وضعف الدعم الحكومي للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية حشد الحوثي مقاتليه من جميع الجبهات، من الحديدة ومن حجور، والذين كانوا يقاتلون في جميع الجبهات حشدهم إلى تلك المناطق، واليوم هو يقاتل بألوية عسكرية كبيرة ويقاتل بعتاد الدولة كله. رهان الحوثي في هذه المعركة أن يسقط مريس وجبال العود، ولكن هنالك مقاومة شرسة ومقاومة باسلة من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني، لم يسمحوا لميليشيات الحوثي أن تتقدم إلى تلك المناطق. نعم. وما يزالون يقاومون وما يزالون يقدمون أعظم التضحيات وأكبرها وأجلها. نريد من الحكومة ومن الرئيس عبد رب منصور هادي ومن وزير الدفاع ومن قيادة الجيش الوطني أن ترتفع إلى مستوى هذه التضحيات التي يقدمها أبطال مريس وأبطال العود. نعم. في هذه المعركة الوطنية إذا خذلوهم فأعتقد أن البوابة الجنوبية لجنوب اليمن ستنهار، وسيجد الحوثيين أنفسهم في الضالع ولحج وعدن مرة أخرى. نعم. طيب أستاذ مصطفى، اللي توصلت المعلومات أنه هنالك أيضا حصل يعني تحشيد ودعم لهذه الجبهات، أبرزها جاءت من جبهة الساحل وأيضا من الحزام الأمني إلى جانب القوات الحكومية. نعم، هنالك تحشيد للوقوف أمام الهمجية الحوثية. التعزيزات التي جاءت مؤخرا هي لفرض واقع آخر تريد ميليشيات الحوثي أن تقلبه، وهذا محط ترحيب من قبل الجميع ومن قبل الجيش الوطني أن يتكاتف أبناء اليمن كلهم في صف. نعم. واحد لمواجهة ميليشيات الحوثي، وهذا هو الذي يجب أن ينبغي أمام الصلف الحوثي الذي يحشد كل مقاتليه وكل كل مقاتله إلى تلك الجبهة، وأمام مرأة من الـ يعني قيادة الجيش الوطني ومن القيادة السياسية أيضا. نعم. الذي ينبغي هو أن يتم تعزيز هذا التحالف الذي يتشكل الآن، سواء تحالف عسكري أو تحالف سياسي. نعم. لمواجهة العدوان الحوثي والوقوف أمامه، وهذا هو ما يجري الآن على أرض الواقع. هنالك توحد في الصفوف العسكرية سواء من قبل حراس الجمهورية أو من. نعم. قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والعمالقة، يتوافدون إلى مريس، وإن شاء الله يعني نتوقع أخبار سارة في الأيام القريبة العاجلة بإذن الله. نعم. إذن دعني أشرك عبر الهاتف أيضا ضيفي وكيل وزارة الإعلام الدكتور نجيب غلاب. مرحبا بك مجددا دكتور نجيب في الصحافة اليوم. أهلا وسهلا بك. أحييك أستاذ نجيب. دعني أنتقل بك أنت إلى محور سياسي آخر، والذي يتحدث عن المجريات الأحداث في الوطن العربي. أنت كيف تقرأ هذه المتغيرات من منظور سياسي وعسكري، وهل في سيناريو جديد لقلب الطاولة على يعني لما فيه خدمة الأمة العربية والإسلامية ولم الشمل مجددا، وكيف ينعكس هذه المتغيرات اللي حاصلة في السودان والجزائر وليبيا على الملف اليمني؟ أولا هذه المتحولات الجديدة هي تعكس مطالب شعبية في التغيير، لكن هذه الموجة الثانية من عملية المطالب تبدو أكثر عقلانية واتزانا في مسألة المطالب، ولا يوجد قوة خارجية يعني كقطر داخل هذه اللعبة، وبالتالي تسير الاتجاهات بطريقة متزنة. هناك محاولة بشكل أساسي لإصلاح الخلل مع الحفاظ على الدولة الوطنية، الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها وعدم الاعتداء عليها وليس هدمها كما حصل في الفترات السابقة. أيضا الحد من مسألة العنف. أيضا شفنا في السودان مؤسسة العسكر لعبت دور مهم وعادت بنا يعني عملية يعني أصبحت مشرف بشكل أو بآخر على عملية التغيير، وهي تجانب ثورة 30 يونيو التي أوصلت السيسي إلى سدة الحكم، ورب
ربما يعني يكون هناك فوارق معينة بحكم طبيعة يعني البيئة السودانية. بالنسبة للجزائر التغيير أيضا وجدنا أنه نابع من حركات تلقائية غير منظمة لا تديرها الأحزاب ولا وجود تيارات الإسلام السياسي سيطر عليها، ولم يتمكن أي طرف من ركب هذه الموجة. وبالتالي ستسير باتجاهات عملية التصحيح بما يحفظ بقاء الدولة واستمرارها وبدون أن يصلوا إلى حالة من العنف الفوضوي. صحيح ربما يكون هناك تدخلات في السودان من بعض الأطراف، لكن يبدو لي أن الأمر يسير باتجاه واضح لدى الأطراف الموجودة أيضا في الحراك السياسي، وهو حراك مدني. هناك حركة المهنيين وهناك أيضا الجيش والشارع، جميعهم متكاملين باتجاه عملية إصلاح الخلل والحفاظ على فكرة الدولة الوطنية والدفاع عنها وعدم توظيف الثورات بما يقود إلى تفكيك الدولة كما حصل في الموجة الأولى. نعم. طيب دكتور نجيب، هنالك ربما مباركات من بعض الدول العربية كما تحدثت الصحافة اليوم، والتي تحدثت عن مباركة سعودية إماراتية بحرينية لما تشهده السودان، لكن تم تجاهل أيضا ما يحصل في الجزائر. هل معنى أنها خارج عن الخارطة العربية؟ هل لها سيناريو آخر؟ كيف تقرأ أنت ذلك؟ لا، أعتقد أنه الجزائر وضعها حساس نوعا ما، وتعرف أنه الجزائر عادة معتز كثير، لا يريد كثير من يعني لا يريد مثل التدخل من أي طرف خارجي، ولم تتضح الأمور بشكل كامل كما هي واضحة في السودان. السودان أيضا قريب من الجزيرة العربية وداخل تأثيره على أمن مصر وأمن الجزيرة العربية كبير، وبالتالي ما يحصل في السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر وأمن الجزيرة العربية، وبالتالي هذا الدعم وهذا الإسناد هو خوفا من أي اتجاهات متعارضة من قبل أطراف أخرى. أنا أقول إيران لديها أدواتها داخل السودان ولكنها لم تتحرك بعد، وكذلك القطريين ربما يتحركوا، وبالتالي والأتراك أيضا، وبالتالي هذا الدعم هو إسناد لما يجري خوفا من أي تدخلات خارجية تقود السودان إلى الوضع الذي حصل في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا. نعم. إذا أعود لك أخ مصطفى، أيضا ما زلنا في جبهات الضالع وأيضا مريس، ما هي الصعوبات التي تواجه هنالك القوات الحكومية إلى جانب ما ذكرت؟ هل هي ضعف الإمكانات فقط ونقف عند هذه النقطة؟ أين تتواجد أيضا القوات الحكومية في الأماكن التي تعتبر استراتيجية لمنع يعني الميليشيا الحوثية من الانزلاق أو الوصول إلى تلك المناطق أو أيضا تجاوز الأماكن الخطرة عسكريا؟ أولا ضعف الإمكانات هذه واحدة من أهم الأشياء التي تعيق تقدم الحكومة إلى طريق تحرير مدينة دمت التي هي الهدف الأول من هذه العملية العسكرية. تواجد القوات الحكومية والعسكرية هي على أطراف مريس وفي جبال العود. قوات الحوثي أو ميليشيات الحوثي تحاول اختراق مناطق جبال العود الاستراتيجية والنزول إلى مريس أو الدخول عن طريق دمت مريس إلى يعني تريد أن تحدث اختراقا وتدخل مريس. المواجهات على أشدها وهي شبه يومية في تلك الأماكن، وهنالك هجوم متكرر يوميا أو شبه يوميا من قبل ميليشيات الحوثي تريد الاستماع يعني تستميت في الدخول يعني إلى تلك المناطق، ولكنها سرعان ما تتفاجأ بعشرات الجثث يعودون إلى مدينة دمت والمستشفيات تكتظ بهذه الجثث. الذي نريد أيضا أن نعرج عليه في هذه القضية، هنالك وضع إنساني كبير مؤلم جدا. الطرق الرئيسية مقطوعة، والتي مثلا أنت لو تريد أن تسافر من مدينة دمت إلى مريس المسافة هي نصف ساعة فقط، ولكن المسافرون يقطعونها الآن ربما 10 ساعات تقريبا أو أكثر. هذا يولد صعوبة كبيرة في تنقل المسافرين ووضع مأساوي خطير جدا. أيضا المدينة دمت تعتبر مدينة محاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، لا يصل إليها المعونات الغذائية ولا الغاز، كلها تذهب إلى المشرفين الحوثيين وإلى ميليشيات الحوثي. هنالك وضع مأساوي خطير يتفاقم في تلك المناطق. نعم. والمشهد يكاد يكتمل في بالنسبة للوضع الإنساني من الجانب الخطر، وهذا يحتم
يوجب على القوات الحكومية والجيش الوطني أن تسارع في حسم العملية العسكرية في تلك المناطق وأن تحقق الهدف الأول من هذا. المقاومة والجيش الوطني كانوا على بوابة دمت، وكانت القوات الحكومية قادرة على أن تدعم هذه العملية العسكرية وتحرر مدينة دمت والرضمة ويريم، وتقطع الإمدادات عن ميليشيا الحوثي إلى محافظة إب المحافظة الكبيرة، وكذلك عن محافظة تعز. المناطق الجغرافية مهمة جدا التي هي في مناطق مريس والعود. نحن نقول من خلال هذا المنبر وننوه كثيرا ونناشد الأطراف، نناشد الحكومة وهو هيئة وزارة الدفاع بأن تقوم بواجبها بشكل أكمل وتدعم تلك الجبهة، لأن جبهة العود مريس هي جبهة وطنية مهمة تريد ميليشيا الحوثي أن تحقق اختراقا فيها. لو سقطت لا قدر الله جبال العود ومريس بأيدي ميليشيا الحوثي، ستصل الصواريخ الحوثية إلى عدن وستكون كل المناطق التي ذكرناها في مرمى نيران الحوثيين. لكن إلى هذه اللحظة والتضحيات الكبيرة ما زالت تقدم من قبل أبناء مريس وأبناء العود، هنالك شهداء أبرار أطهار يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن. نحن نريد فقط من الجانب السياسي والعسكري مثل ما تحدثنا سابقا أن يرتقي إلى مستوى هذه التضحيات وأن يبادر بالدعم، كما أيضا نطالب التحالف الذي تأخر كثيرا عن جبهة مريس العود، تأخر كثيرا، وأنا أناشد من على منبر قناة اليمن اليوم التحالف معني بالأساس في دعم هذه الجبهة من خلال الطيران ومن خلال الدعم اللوجستي الآخر. أيضا المجلس الانتقالي وقيادات الحراك الجنوبي أيضا هي أمام مسؤولية تاريخية وطنية في دعم جبهة مريس التي هي البوابة الوحيدة لهم. نعم. طيب أخ مصطفى، يعني هنالك تحذيرات وربما إشاعات تتحدث من قبل الميليشيا أو تخويف القبائل بتكرار سيناريو ما حصل في حجور لا سمح الله، ما هو عذر الحكومة الآن من عدم التدخل ومد بالجو جوا وأيضا برا لدعم هذه الجبهات وسرعة تحرير هذه المناطق التي ذكرتها وصولا إلى محافظة إب؟ ميليشيا الحوثي تستخدم كل الوسائل المتاحة بيدها، تستخدمها لقمع المواطنين ولإرهاب الناس ولتخويف القبائل. هي تستخدم تفجير المنازل، هي تستخدم الاغتيالات، هي تستخدم التجويع، هي تستخدم كل الوسائل الإرهابية تقوم باستخدامها. وأمام هذا الاستخدام البشع يتوجب على الحكومة وعلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ووزارة الدفاع أيضا أن يقوموا بواجبهم تجاه هذه الجبهة ودعمها. لأن أنا وصلتني معلومات كثيرة جدا بأن الحوثي يريد تكرار سيناريو حجور في مريس، لكنه يتفاجأ بمقاومة شديدة وغليظة لم يستطع إلى هذه اللحظة أن يقدم اختراق يذكر في جبهة مريس. المطلوب خلاصة الأمر يتلخص في تكثيف تعزيز هذه الجبهة. المعني هنا وزارة الدفاع وقيادة الجيش الوطني. معنيين بالأساس بأن يدعموا هذه الجبهة وتحرك بقية الجبهات الأخرى أيضا للتخفيف من يعني بطش الميليشيا وانحيازها أو انسحابها إلى هذه الجبهة. لو اشتغلت الجبهات الأخرى سيتم التخفيف فعلا عن جبهة مريس والعود، ولكن نتيجة لتوقف بعض الجبهات مثل بعض الجبهات التي كانت يعني تشتغل على 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 مدار زمني كبير، لا بد من تفعيلها لتخفيف الضغط على هذه الجبهة. ولكون هذه المناطق مثل ما ذكرنا حساسة جغرافيا، يجب عليهم أن يلتفتوا إليها كثيرا وألا يتوقفوا. التحالف وقيادة الجيش وكل المعنيين، المجلس الانتقالي أيضا كما ذكرنا وممثل بقيادة الحراك، يجب أن يلتفتوا إلى هذه الجبهة لأهميتها. ولأن الحوثي لو حقق اختراقا مثل ما قلنا في هذه الأماكن فسيطول ندم الجميع. أعود لك أستاذ نجيب، يعني على ذكر المتغيرات في الوطن العربي، ما الذي ممكن أن نستفيد منهم الملف اليمني؟ ألا يوجد، كيف تقرأ أنت أيضا كمراقب وكسياسي، ألا توجد نية حقيقية من دول التحالف والمجتمع الدولي
لإغلاق الملف اليمني وإنهاء الانقلاب الميليشاوي للحوثي والبدء بمرحلة استراتيجية سياسية جديدة تتمثل بالعودة إلى شرعية الشعب وشرعية الصندوق في انتخابات رئاسية ونيابية؟ نعم، ما يجري في الوطن العربي بشكل عام ربما في هذه الموجة الثانية هو تصحيح للأخطاء السابقة، بالذات في اليمن. نحن كان لدينا عمليات سياسية واضحة تسير على قدم وساق، وقام الحوثي بتخريبها وما زال مصرا على تخريب هذه العملية السياسية برفضه للحل السياسي. وبالتالي المسارات التي تتحرك في الوطن العربي بشكل عام هي تسير باتجاه تثبيت جذور الدولة الوطنية وحمايتها ومواجهة قوة التمرد والفوضى والإرهاب أيا كانت وبأي شكل ظهرت. نعم. احنا في الملف اليمني لدينا الإشكالية الكبرى هي في الحركة الحوثية، وبالتالي هناك اتفاق كامل يعني على المستوى المجتمع الدولي والإقليمي وتحالف دعم الشرعية، هو يقوم بعملية مساعدة الدولة الشرعية اليمنية ومساعدة القوة الوطنية والمجتمع اليمني في استعادة دولتهم. وبالتالي مسألة استعادة الدولة في اليمن هي إحدى الأهداف المركزية لتحالف دعم الشرعية، وهم يبذلون جهود كبيرة في هذا الاتجاه، ومدعوم هذا الاتجاه أيضا من المجتمع الدولي. الحوثية صحيح أنها تتلاعب وتناور ومستمرة في حربها، لكن بالأخير الحوثية كلما طالت الحرب هي تعتقد أنها ستتمكن وتتجذر وتتغلغل، لكن في حقيقة الأمر هي تضعف، ووجدنا أنه الدولة اليمنية تزداد قوة وتتمكن من استعادة المؤسسات، وما حصل في سيئون إلا إحدى هذه التحولات المهمة والنقلات الضرورية، المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها، ولدينا المؤسسة الرئاسية والحكومة وأيضا مؤسسة القضاء، ولدينا أيضا قوة الجيش اليمني يتم إعادة ترتيب أوراقه، وأيضا تنمو المقاومة الشعبية، وهناك يعني أصبحت الحوثية محاصرة من جميع الجهات، ومسألة سقوطها مسألة وقت. وبالتالي الاتجاه العام في الوطن العربي هو استعادة الدول وتثبيت أمنها واستقرارها وتمكين القوى الشعبية، القوى المختلفة، القوى الوطنية في كل دولة من أن تبني شراكات تمكنهم من معالجة الخلل الثابت، وأيضا الانتقال إلى مرحلة التنمية وتجاوز هذه الصراعات العبثية التي فرضت نتيجة الربيع العربي وكانت نتائجه كارثية. وبالتالي لابد من إصلاح الخلل الموجود في الدولة وتحويل الدولة إلى أداة خادمة للشعب. في اليمن نحن نسير بهذا الاتجاه، لدينا بعض الإشكاليات، لكن بالأخير لا يوجد اليوم طرف دولي ولا إقليمي ممكن يعترف بالحوثية. هناك محاولات من بعض الدول لتأهيل الحركة الحوثية، لكن نتيجة ارتباطها بالمشروع الإيراني ومؤخرا أصبحت أداة قطرية. يبدو لي أنه الحرب ستستمر حتى يتم استعادة صنعاء، استعادة الدولة، وصنعاء ستحرر حتما. نعم. طيب أستاذ نجيب، يعني إذا ما مقارنة بين الملفات الأخرى، هنالك من يرى أن الملف اليمني يزداد يوما تعقيدا في ظل أيضا عدم وجود رؤية سياسية موحدة للإطافة السياسية، عدم وجود أيضا إجماع على تحريك الجبهات كما يرى ضيفي أيضا الذي دعا إلى سرعة تحرير الجبهات الأخرى وسرعة القضاء على الحوثي قبل أن يتمدد بصورة أكثر وقبل أيضا فوات الأوان. وأنا أتفق معك أنه نحن نحتاج إلى السير بثلاثة اتجاهات مهمة. أولا توحيد إرادة القوة الوطنية، الصف الوطني الجمهوري لابد من إعادة بناء لحمته بحيث يتحرك كسهم واحد باتجاه إنجاز الهدف. هذا مهمة. لدينا إشكاليات كثيرة سببتها صراعات الماضي، وبالتالي هذا الموضوع بحاجة إلى عملية حسم. نحن في معركة مصيرية وفي سفينة واحدة، وجميعنا لابد أن ننجو، وأي خلل داخل هذه السفينة سيضرنا جميعا. نعم. وبالتالي لابد أن نوحد صفنا. هذا المسار الأول. المسار الثاني لابد من تحريك يعني تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتفعيل دور المؤسسات، والثالث هو تحريك الجبهات. تعتبر الجبهة العسكرية وجبهة المقاومة بكافة أشكالها وأنواعها هي المرتكز والأساس، وهي من ستحسم المعركة، لكنها تحتاج إلى دولة راعية لها ومؤسسات مدنية تخطط وتطبع الأوضاع وتعطي ثقل الناس
وأيضا بحاجة إلى حامل سياسي وهو القوى الجمهورية. وبالتالي هذه ثلاث اتجاهات كلها لابد أن تتحرك، وفي النهاية لابد من دعم الجبهات وتحريكها، هي المحدد الأساسي الذي أما أن يجلب الحوثية إلى طاولة المشاورات قهرا أو أن يتم تحرير البلاد في القوة إذا ظلت الحوثية مصرة على استمرار الحرب ورفض الحلول السياسية. نعم، أشكرك إذن الدكتور نجيب غلاب الكاتب والمحلل السياسي ووكيل وزارة الإعلام، وكنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود لك يا أخ مصطفى، ودائما ما نطرح في الصحافة اليوم ونتساءل، يعني ربما هناك لا توجد حاضنة شعبية في المناطق التي ذكرتها لميليشيا الحوثي، ومع الأسف لا تزال معظم هذه الجبهات ما فيش تقدم سريع كما يرى البعض عسكريا، ما المانع من ذلك خصوصا أنه لا توجد لهم أي حاضنة شعبية لهذه الميليشيا؟ اولا انا لي تعليق بسيط فقط على يعني ما تحدث به وكيل وزارة الإعلام، يتحدث بان يعني بمساحة اكثر من التفاؤل الذي احيانا هو غير موجود في ارض الواقع. نحن نعيش واقع يا اخي الكريم، في الاخير سقطت حجور وظلت تقاوم 3 أشهر وأمام الجميع، أمام التحالف وأمام الجيش الوطني والمقاومة وجميع الأطراف، الكل كان يرى حجور تسقط حجرا حجرا حتى استطاع الحوثي أن يحكم سيطرته عليها ولم يحركوا ساكن، ودفنت قضية حجور حتى أعتقد وزارة حقوق الإنسان لم تقم بدورها ووزارة الإعلام أيضا لم تقم بدورها بتوثيق تلك الانتهاكات التي قامت ميليشيات الحوثي بارتكابها في تلك المناطق. نعم. هذا واقع، الواقع ينتقل إلى يعني جبهات مريس والعود، أين هو الدور الحقيقي للدولة الآن؟ صحيح. هي معركة يا أخي، معركة عسكرية تحتاج إلى قرارات سريعة وصارمة. نعم نعم، قرارات سريعة وصارمة من أجل أن تحسم هذه المسألة. ما لم الواقع هو سيظل ينتج من هذه الإفرازات التي يرى يعني كثير من الناس صاروا محبطين، ويعني تولد عندهم نوع من اليأس بأن الحكومة أو الجيش أو الدولة كما نسميها لن تقوم بدورها في أي، الناس صاروا يتخوفون من فتح أي جبهة في أي مكان خوفا. صحيح. من أن تخذلهم الحكومة أو التحالف، ولذلك صاروا ينصاعون لميليشيات الحوثي في كثير من المناطق، وهو يعني تخوف من المواقف التي دائما تبديها الحكومة والتحالف تجاه أي جبهة، من ابتداء بدماج وعتمة وحجور. صحيح. واليوم مريس والعود. نحن نريد أن يكون هنالك تفعيل حقيقي لوجود الدولة على الأرض. نعم. الميدان هو المحك الرئيسي لوجود الدولة بعيدا عن الشعارات. نعم. صحيح. إذا غابت الدولة عن الواقع وعن الميدان لا كيف سنقيم هذه الحكومة، أو ما الذي سنقوله في والواقع بعيد عما نتحدث به في وسائل الإعلام. وكيل وزارة الإعلام هو أيضا مطالب يعني بتغطية هذه المعارك، وزير الإعلام و صحيح. وزارة الإعلام بشكل كامل ما زالت يعني هنالك قصور في تغطية بعض المعارك العسكرية والحربية التي تدور، ومن ضمنها جبهة مريس والعود. نعم أستاذ مصطفى، إذا ما تحدثنا بشجاعة وبصراحة يعني بلسان حال أبناء الشعب اليمني المكلوم والمغلوب على أمره، يعني إذا كانت جميع القوى السياسية دون حتى مسمى أحد مجمعين على أن الحوثي هو عدو الشعب اليمني، عدو الحجر والشجر والمدر، هو القاتل وهو المجرم وهو الذي فعل كل هذه الجرائم والذي تسبب حتى بهذه الحرب، من له مصلحة أيضا في عدم القضاء على هذه الميليشيا؟ لماذا هذا التسويف؟ والله الوقوف على مثل هذه التساؤلات قد يتطلب الكثير من الكلام والكثير من التحاليل، لكن نستطيع القول أن ميليشيا الحوثي ليست بتلك القوة، ولكنها تستغل فراغات كثيرة هنا وهناك وتحقق من خلالها مكاسب ومصالح. نعم. لو أن الحكومة استغلت كثير من الأوراق، يا أخي مجلس النواب يعقد في سيئون، لماذا لم يعقد في عدن مثلا وهي العاصمة المؤقتة؟ هناك مسائل يتطلب على الدولة أن تنظر إليها وأن تلتفت إليها بجدية أكثر مع التحالف، وأن يعالجوها في الميدان معالجة حقيقية واقعية من أجل أن يتم تثبيت دعائم الدولة على الأرض حقيقة. نعم. وواقعا نحن نقول أننا نسيطر على 80% من الأراضي المحررة، ولكن
طيلة هذه الفترة وخلال 4 سنوات لم يجد البرلمان سوى مدينة سيئون يعقد الجلسة فيها. نحن كنا نتمنى أن تكون عدن هي حاضنة البرلمان اليمني. نعم. نواب الشعب. اليوم البرلمان أيضا مطالب هو أمام مسائل تاريخية ووطنية يتوجب عليه أيضا حسمها إلى جانب مؤسسة الرئاسة. لابد من تفعيل بعض القضايا وتفعيل دور السلطة والحكومة في المناطق المحررة، تفعيل جدي، وأن يكون الحضور حضور حقيقي وواقعي. نعم. وأن لا يكون هنالك أي تشكيلات خارج إطار الدولة، وإلا فالواقع الذي نتحدث عنه هو فقط واقع على القنوات الفضائية، لا وجود له في لا وجود له على أرض الواقع يعني. نعم. مطلقا. أخ مصطفى، أيضا دعني أنتقل بك أيضا إلى المتغيرات الآن في الوطن العربي. هنالك من يرى أنه الفشل المخزي للمجتمع الدولي في كثير من الدول العربية لا نعدها إلى لملمة أو تلميع وجهها التي دمرت الوطن العربي ولم تريد إقفال هذه الملفات، إنما الملف اليمني غائب عن التوجه الدولي لإقفاله وحسم المعركة إما سياسيا أو عسكريا. برأيك إلى إذن أمام هذا التحدي إلى أين يتجه البلد؟ إلى أين تتجه اليمن؟ أريد القول أن المجتمع الدولي لا ينفث إلى القضية اليمنية أو إلى الملف اليمني إلا من خلال الملف الإنساني، وهو عبر أجهزة الأمم المتحدة. وهذه المنظمة يعني للأسف في القضية اليمنية تبدي خذلانا كبيرا للقضية اليمنية منذ البداية، وحتى سقوط الدولة للأسف كان بإشراف بإشراف أممي، وكان بن عمر هو الذي يعني الدولة تسقط وهو متواجد في صعدة. المليارات تذهب لمنظمات الأمم المتحدة ولكن لا يوجد على أرض الواقع من هذه المبالغ شيء. خطة الاستجابة الإنسانية 2017 و2018 و2019 لم يستفيد منها الشعب اليمني شيء، معظمها كانت تذهب لميليشيات الحوثي ويستفيد منها المشرفون الحوثيون. ماذا عملت هذه المنظمات أو ماذا عملت الأمم المتحدة في القضية اليمنية؟ نعم. اتفاق يداهنون الحوثي، يأخذونه إلى السويد، يأخذونه إلى الكويت، يأخذونه إلى مناطق كثيرة ويدللونه ويدلعونه، وفي الأخير يقلب كل هذه الاتفاقات وينفذ أجندات، والمجتمع الدولي صامت ومتخاذل أمام كل هذه المواقف. نعم. لو أن هنالك فعلا يعني ردع حقيقي من قبل الأمم المتحدة والمبعوثين الأمميين في القضية اليمنية لميليشيات الحوثي، أن الحكومة اليمنية استطاعت أن تحقق الأشياء الكثيرة، ولكن لأن المجتمع الدولي للأسف والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها وقفوا حجرا عثرا أمام تقدم الجيش الوطني وأمام تحقيق مكاسب أكثر على الأرض في القضية اليمنية، لولا هذا التخاذل ولولا هذه العراقيل أننا وجدنا واقع آخر. نعم. طيب أخ مصطفى، يعني لو فرضنا على فرضية ما ذكرت وتاريخ الأمم المتحدة، دعنا أيضا نعود إلى الدور الرئاسي والمؤسسة الرئاسية والحكومة بمختلف مسمياتها وأجهزتها. إذا كان الشعب اليمني حتى الآن هذه الحكومة عاجزة عن حتى الوصول أو التواجد على أرض كما ذكرت العاصمة المؤقتة عدن، كيف سيكون الرهان عليها على تحرير البلد من هذه الميليشيا وهي مش قادرة أن تحمي نفسها في المحافظات التي تزعم أنها محررة؟ نحن في الحقيقة يجب أن يعني أن ننزل إلى الواقع بشكل أوضح وبشكل أكبر. هنالك تحديات كبيرة تواجه الحكومة. هذه التحديات هي من أطراف موجودة في المتواجدة بقوة في القضية اليمنية وفي الملف اليمني، وتشكل في كثير من الأحيان تعقيدات للحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية ليس بيدها ما يعني أحيانا لا يوجد لديها الإمكانات التي تمكنها من تجاوز أو تخطي هذه المصاعب التي تفرضها أطراف نحن نعرفها. مثلا الحكومة لا تستطيع أن تعمل شيء في ظل وجود أحزمة وميليشيات مثلا يعني في مدينة عدن. ما الذي نعم. ما الذي تستطيع أن تعمل الحكومة في عدن؟ الحكومة تذهب إلى عدن طيب هي تقول أنها محافظة محررة، ما هي تدعي أنها حررت من البلد 80% من وبالتالي كان لدينا الأمل أن يتم تحرير عدو الجميع الذي هو الحوثي. كيف سيكون الرهان على هذه الحكومة أمام تراخيها وضعفها مع الأسف؟ هي تقول ذلك من منطلق الخطاب الإعلامي للقضية اليمنية ككل، خطاب التحالف وخطاب الحكومة وخطاب هو يأتي في هذا الصدد، ولكن في الحقيقة هنالك عراقيل.
نحن يجب أن نستخدم أو يعني أن تكون عندنا مكاشفة حقيقية هكذا على نحن نتحدث بلسان الشعب الياباني ونريد نعم. ونريد المكاشفة والوضوح ما عندنا مشكلة. نعم هو هكذا ونترك المواربة أو التوريات في صحيح. في مسائل مثل هذه يعني اللي قد تشكل خطر على مستقبل اليمن ومستقبل القضية اليمنية عموما. كل التقارير الدولية يا أخ فارس تتحدث عن وجود تشكيلات عسكرية من خارج إطار الدولة وأن هذه التشكيلات العسكرية تضر بالدولة. وفي الأخير تقارير أحدث التقارير الأممية يصنف التشكيلات العسكرية هذه مع الحكومة في القائمة السوداء. نعم طيب أخ مصطفى لو تحدثنا أو نزلنا عند رغبتك أنه في تشكيلات أخرى خارجة عن إطار الدولة في عدن، ما المانع من تواجد الحكومة مثلا في مأرب؟ ما المانع من ذلك حتى يعني تقود عملية تحرير بقية المحافظات الأخرى وبعدين البقية ستأتي يعني تباعا طالما وهي خارجة إطار تحكم الميليشيا الحوثي أو التواجد الإيراني؟ لماذا عليها أن تتواجد في مأرب وعدن محررة يعني؟ لو فرضنا يعني أنه في عذر هناك أنه مثلا في حزام كما يذكرون الذي أنا أتفق معك بأن الحكومة ليست لديها أي عذر في الجلوس خارج الوطن كلا. أو للجلوس في فنادق الرياض ولو لم يكن هنالك إلا أصغر المساحات في اليمن تقود المعركة من خلالها وتقودنا إلى بر الأمان. ليس لا. لديها أي عذر. يعقدوا جلسة البرلمان ويمضون إلى الرياض. هل صرنا يعني دولة شقيقة؟ هل صارت اليمن يعني دولة يتم زيارتها لبضع ساعات وثم يغادرون إلى الرياض؟ إذن هذه لابد المشكلة. من قوة وكتلة وطنية تكون متواجدة على أرض الواقع تقود المعركة الوطنية. نعم يعني هذا لا يمكن لأحد أن يتفهمه سواء من كمواطن بسيط أو كسياسي وكقارئ مطلع. صحيح. إذا رسالة أخيرة أخ مصطفى توجهها يعني ما هو الحل الخروج من هذا المأزق الذي كل يوم مع الأسف يتشعب بصورة أكثر ونبقي نرمي بأخطائنا على الآخرين دون وجود يعني أفق أو مشروع وطني جامع شامل لدحر هذا الانقلاب وهذه الميليشيا والبدء بمرحلة وطنية جديدة وإعادة مؤسسة الدولة والنظام الجمهوري؟ والله إن كان من رسالة أخيرة يعني هي أولا إلى التحالف. التحالف معني بدعم التحالف الوطني الذي تشكل مؤخرا، دعم عملية التحالف السياسي الذي أقيم يعني عقب جلسة البرلمان. يجب أن يدعم هذه القوة الوطنية لتحرير اليمن، يجب أن يكون داعم ومساند حقيقي للجبهات العسكرية. صحيح. أيضا الرسالة الثانية هي للحكومة، لا يجب أن تغيب مطولا عن بلدها وعن اليمن. لا يجب أن تظل الفنادق هي مقرها الوحيد، يجب أن يعودوا إلى بلدهم وأن يقودوا المعركة الوطنية لتحرير اليمن من ميليشيا الحوثي. نعم. ونستعيد الدولة وتتنفس اليمن مرة أخرى. هذه هي الرسالة وهذا هو الذي يجب. ونأمل أن تصل. إذن أشكرك الأستاذ مصطفى شامي الصحفي والإعلامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكر موصول لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.